بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي الأمي المصطفى، وبعد. بداية، نحن في رابطة النازحين والمهجرين الفلسطينيين نتوجه بالشكر الشديد إلى الإخوة في جمهورية مصر العربية بالجهود التي بذلوها من أجل المصالحة الفلسطينية، كما ونتوجه بالشكر الشديد في رابطة النازحين والمهجرين إلى وفدي المفاوضات الذين أتموا المصالحة وأدى هذا الجهد الكبير إلى المصالحة الوطنية وتوحيد جناحي الوطن تحت رعاية الوحدة الوطنية، الوحدة الوطنية، الوحدة الوطنية لكافة شعبنا. كما نبارك كل التبريكات وكل الاحترام والتحيات لكل شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة وعلى امتداد الوطن. نهنئكم جميعا بهذه المصالحة وبهذه الوحدة الوطنية الفلسطينية. كما نطالب حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني بإعادة وتسريع إعادة الإعمار في قطاع غزة، لما عناه شعبنا من آلام نتيجة العدوان الأخير على قطاع غزة والاعتداءات المتكررة في عام 2008 و2012 و2014، أدت إلى العديد من تدمير البيوت كلياً وتدمير البنى التحتية في قطاع غزة، مما أدى إلى نزوح العديد من أبناء شعبنا وتهجيرهم وتعرضهم إلى المأساة والمعاناة على مدار 3 سنوات مضت وما يزيد 10 أعوام من الانفصال الفلسطيني والانقسام الأسود الذي مر في تاريخ حياتنا، كان سبباً مباشراً في عدم إعادة الإعمار والتسريع فيه وإعادتنا إلى بيوت آمنة ومستقرة. فلذلك نناشد الكل الفلسطيني وأصحاب القرار في حكومة الوفاق الوطني والأخ الرئيس محمود عباس أبو مازن ودولة رئيس الوزراء الحمد لله، وكذلك الإخوة في المكتب السياسي لحركة حماس، كل الجهود تبذل من أجل إعادة الإعمار والتسريع فيه وعودة كل النازحين إلى بيوت آمنة ومستقرة ومستدامة. كما نؤكد بأن أبناءنا النازحين والمهجرين تعرضوا إلى الكثير من الديون والهموم والمعاناة والألام وداهمتهم العديد من الأمراض، نطالب الحكومة بالوقوف أمام مسؤولياتها اتجاه أبناءنا في فلسطين وفي كل فلسطين وفي قطاع غزة بالخاص، خاصة بعد العدوان الهمجي البربري على قطاع غزة الغير مسبوق والغير مبرر الذي دمر فيه كل بيوتنا وبنى التحتية والكهرباء والمياه. فلذلك هناك الكثير أمام حكومة الوفاق الوطني للقيام بمهامها ومسؤولياتها. وأشكركم جميعاً وأقدم الكلمة الآن للأخ سامي العمصي ليتلي علينا بيان رابطة النازحين والمهجرين، مع خالص احترامي وتقديري. بيان صادر عن رابطة النازحين والمهجرين الفلسطينيين في قطاع غزة. بسم الله الرحمن الرحيم. 3 سنوات مضت منذ انتهاء الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وما زالت الأوضاع الإنسانية التي يعيشها جمهور النازحين في غزة صعبة ومأساوية. وحتى هذه اللحظة هنالك ما يزيد عن 6000 أسرة نازحة مشردة بلا مأوى، فمنهم من يعيش في كرفانات خشبية وكرفانات حديدية، ومنهم من لجأ إلى الاستئجار الذي أثقل كاهلهم، ناهيك عن تكبدهم لخسائر مالية كبيرة جراء الحرب وآثارها. تلك الخسائر زادتهم فقرا وألما، علاوة على ذلك تفشي العديد من الأمراض المزمنة والأمراض السرطانية بسبب الإهمال العام في الخدمات الصحية والرعاية الأولية ونقص في المياه النظيفة وانقطاع مستمر للكهرباء. ولقد نتج عن حرب عام 2014 تدمير ما يزيد عن 11 ألف وحدة سكنية
وما تم إعماره حتى الآن لا يتجاوز 4600 وحدة سكنية، أي ما نسبته 42%، هذا بعد مرور أكثر من 3 سنوات من انتهاء الحرب. إن قضية النازحين في قطاع غزة لا تزال قضية إنسانية تستدعي مشاركة جميع الاتجاهات صاحبة الاختصاص للعمل على تهيئة الظروف الملائمة للنازحين والعمل على إنهاء قضيتهم وعودتهم إلى منازلهم وتحسين سبل عيشهم في مواقعهم الحالية وتوفير الخدمات اللازمة التي تضمن الأمن والكرامة لهم. إن هذا البطء في عملية الإعمار وإهمال قضايا النازحين يجب أن يتوقف، وذلك عبر توفير أموال لازمة كافية لإعادة بناء ما دمره الاحتلال، كما ويتطلب ذلك توفير الإرادة الحقيقية من حكومة الوحدة الوطنية لإنجاح المصالحة والإسراء في إعمار قطاع غزة. فلا يمكن أن نلقي بالحمل بأكمله على المنظمات الدولية والمانحين للإعمار في قطاع غزة، بل يجب تبني عملية استيعاب وتمكين للنازحين من قبل حكومة الوفاق، وتبني سياسة مشتركة بين جميع المؤسسات الحكومية والمحلية والمنظمات الدولية لتكاثف الجهود لإعادة إعمار غزة وتعزيز صمود النازحين. إننا في رابطة النازحين والمهجرين في قطاع غزة التي أسست بعد حرب 2014 أخذنا على عاتقنا تبني قضايا النازحين والعمل على تحسين أوضاع هؤلاء الذين تعرضوا لأشكال مختلفة من المخاطر، بما فيها فقدان المأوى والفقر والأمراض والحرمان التعسفي من حقوقهم في استغلال أراضيهم ومسكنهم وغيرها من الممتلكات، وفضلاً عن النزوح إلى بيئات غير مناسبة لسكناهم حيث يعانون من التهميش المستمر. وعليه فإننا في رابطة النازحين نطالب بما يلي: أولاً تعزيز المصالحة الوطنية كخطوة أولى لرفع المعاناة عن المواطنين في غزة وإنهاء الحصار الجائر، كما ونطالب سيادة الرئيس أبو مازن بتبني قضايا النازحين والعمل على إنهاء ملف النازحين بأسرع وقت ممكن. ثلاثة، نطالب حكومة الوفاق أن تضع قضية النازحين على سلم أولوياتها وتسريع عملية الإعمار. أربعة، العمل على إلغاء آليات الإعمار الحالية خطة سيري وإيجاد خطط بديلة للإسراع في عملية الإعمار. خمسة، الضغط على الدول المانحة للإيفاء بوعودها ودفع الأموال التي تعهدوا بها لإكمال عملية الإعمار وتعويض النازحين عما تكبدوه من خسائر اقتصادية خلال الحرب. التحية كل التحية للشعب الفلسطيني الصامد، الرحمة لشهدائنا الأبرار، والحرية العاجلة لأسرانا خلف القضبان، والسلام عليكم ورحمة الله. رابطة النازحين. حد بدي يسأل؟ خلص. يا الله يا محمود.